هي الأخضر. الأخضر ليس فقط أخضر بل هو بكل ألوان الطيف. هي لطيف هي لطيف. نعم الأخضر مخيف. الأخضر بكل ألوان الطيف يقدم أداء روعة أداء متعة. المنتخب السعودي لكرة القدم أو كما يعرف باسم الصقور أو الأخضر أحد أنجح المنتخبات العربية بالقارة الآسيوية. انتظر المنتخب السعودي طويلاً حتى توج بلقبه الأول في كأس الخليج العربي والذي جاء بنسخة خليج 12 عام 94. شاركت السعودية في 22 نسخة مختلفة لبطولات كأس الخليج لكن لم يحقق اللقب إلا في 3 نسخ وحل وصيفاً في 8 نسخ. يعتبر المهاجم السعودي ماجد عبد الله ثاني أفضل هداف بتاريخ البطولة ب17 هدفاً مناصفة مع العراقي حسين سعيد. قررت السعودية التي خاضت مؤخراً نهائيات كأس العالم في قطر المشاركة بخليج البصرة بفريق مطعم بين الصف الأول والمنتخب الأولمبي وبقيادة المدرب المحلي سعد الشاري. الأخضر السعودي وقع في المجموعة الأولى بجانب عمان واليمن والعراق صاحب الأرض والجمهور كما سيفتتح مبارياته يوم 6 يناير على ملعب البصرة الدولي بمواجهة اليمن. شفنا الماتش قبل كده يا ولد، شفنا الماتش معاك.